بخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير كده يا رب، وصحة وسعادة ان شاء الله. ولادنا بتوع تالتة اعدادي واولى ثانوي وكل المراحل التعليمية يكونوا خلصوا على خير وبالنجاح يا رب ان شاء الله، وربنا ايه يوفقهم كده والنتيجة تبقى كويسة ان شاء الله، وترضيهم وترضي كل اولياء الامور بالرغم من الظروف الصعبة اللي هم بيمروا بيها. حابة النهاردة اتكلم عن طلبة الشهادات بتوع المدارس الخاصة اللي بيطلعوا يمتحنوا بره مدارسهم في امتحانات نص السنة وآخر السنة. هو ليه كده؟ هو القرار ده ليه بيتعمل إن ولادنا في الشهادات بيطلعوا بره؟ أولا يعني أنت بتعرضهم لكوارث جامدة جدا، إن هما في بيئة وبتطلعهم في بيئة تانية خالص. مع احترامي في بداية كلامي، مع احترامي للمدارس الحكومة، أنا ما بقللش منها، بس أنا ما ينفعش اجيب واحد موجود في بيئة احطه في بيئة تانية مختلفة تماما عن بيئته واقول له اتفضل امتحن. الاسبوع اللي كان فيه امتحانات مدرسة طيبة، راح يمتحنوا في مدرسة نبوغ، دي ولاد. كان يوم امتحان الرسم وفيهم ولد من بتوع طيبة خرج بدري عن ميعاد اللجنة، احتكوا بيه بتوع نبوغ. طبعا هما بالنسبة لهم المدارس الحكومة ان بتوع مدارس اللغات دول فوفي عيال مدلعة، تمام. فطبعا يعني استفردوا بالولد، ولولا ان اصحابه لحقوا نزلوا لحقوه في اخر وقت، الله اعلم كان ايه الكارثة دي وصلت لحد فين. طيب هو احنا مستنيين ايه علشان نبص للقرارات المتخلفة اللي في حياتنا ونحاول نغيرها؟ يعني المفروض ان احنا بنتطور وبنتقدم، فالمفروض الحاجات دي تتغير. يعني انا دلوقتي دافعة دم قلبي في المدرسة لولادي، اجي في الامتحانات التالتة اعدادي يقوموا يطلعوا يمتحنوا بره. طيب ايه الحكمة؟ احنا بنطالب كأولياء امور بوقف المهزلة دي، لان فعلا الولاد بتوع طيبة اتدمروا نفسيا في فترة الامتحانات اللي فاتت، هما رايحين يمتحنوا ولا رايحين يتخانقوا. طبعا أثرت على نفسيتهم وعلى أعصابهم، وبقوا بدل ما يفكروا في الامتحان بتاع تاني يوم هيأدوا فيه ازاي، لا كانوا بيفكروا هو احنا لو الولاد احتكوا بينا تاني يوم بتوع نبوغ دول ايه اللي هيحصل. وطبعا أولياء الأمور اللي كانوا خايفين على أولادهم، طبعا هم بلغوا الشرطة، والشرطة راحت أمنت المدرسة بعد المشكلة دي. يعني أنا بصراحة مش شايفة إن الوضع ده وضع جو امتحانات، يعني المفروض القرار ده يتلغي، والمفروض احنا كلنا كأولياء أمور ما نسكتش على المهزلة اللي بتحصل في ولادنا. احنا بنطالب ان ولادنا في الشهادات يقدموا امتحاناتهم جوه المدرسة بتاعتهم، حضرتك ملزم توفر لهم اللي يجي يراقب عليهم، لكن هم ما يطلعوش بره المدرسة ويتشحططوا ويتعرضوا لمشاكل، وممكن لا قدر الله تحصل حاجات وبلاوي كلنا في غنى عنها. حضرتك يوم ما طالب هيتصاب او هيحصل له حاجه، الحكومه مش هتعمل لنا حاجه، الموضوع هياخد يوم اتنين يسخن كده، وبعد كده تلاقي زي ناس كتير بتروح كده وخلاص، وراحت ورا الشمس والله يرحمها، وما حدش يعرف عنها حاجه، او اصابه ما لهاش لازمه. يعني احنا بنعترض على قرار ولادنا يطلعوا بره المدارس، ولازم كلنا كاولياء امور نتحد في النقطه دي ونخلي صوتنا يوصل، يعني نشوف أي حاجة بحيث الموضوع ده يتلغي. ولادنا لازم يمتحنوا جوه مدرستهم، مفيش حاجة اسمها يطلعوا بره، مفيش حاجة وهم في مدرسة خاصة يروحوا في مدرسة حكومة، ده اسمه تخلف. أنا ما القرارات المتخلفة دي احنا ما بنشوفهاش إلا في مصر، يعني فعلا بلد العجايب. يعني لو سمحتوا احنا الترم التاني ولادنا ما يطلعوش بره المدرسة، يمتحنوا في مدرستهم. هو الموضوع مش صعب انك ان هم توفر لهم حد يراقب عليهم، تمام. ان شاء الله تجيبوا الناس اللي هي بتبقى بالاجر دي، المدرسين اللي بالاجر من فترة الامتحانات. انتوا بتصرفوا يمين وشمال في حاجات ولا ليها اي 30 لازمة، وفروا امن ولادنا. يا ريت الاهالي كلها تتضامن مع بعض ونعمل وقفة جامدة في الموضوع ده. ده ما فيهوش هزار، ده ما فيهوش هزار. الموضوع اللي حصل مع طيبة ونبوخ وارد انه يتكرر تاني، وبعدين دول لسه هيتقابلوا مع بعض الترم التاني، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. ف
فيا ريت كلنا كده نتكاتف مع بعض، وربنا يقدم اللي فيه الخير يا رب، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.